بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الدوري كان بدا كحلم وصدق حقيقة بجهد الله سبحانه والأخ أنس اللي ساعدني على الدوري هذا. الوليدات اللي كنا بازينا يا ولاد الحومة ومعهم شي جمعية بعد شوية. الدوري داز في أحسن ما يرام. هادشي كيتلج الصدر ملي كنشوف بحال هاد الوليدات هادو اللي كيمارسوا كرة القدم بهاد النيفو هكا. خاص شوية العناية ونقابلوا هاد الوليدات ونعاودوا نسقلوهم ونبعدوهم من آفات المخدرات والتدخين. كنشوف هاد الجمهور هذا اللي كيحج هنا بكثرة. زعما راه صراحة هادشي كيتلج الصدر. وبرافو لولاد الحومة، برافو اللجنة المنظمة، وبرافو الأخ أنس بالويفا اللي قام بواحد المجهود كبير تم إنجاح الدوري هذا. كنبغي نشكر جميع الإخوان اللي أزرونا واللي ساعدونا، لا اللي جا حضر معنا هنا أو اللي كان وعدنا غيجي الظروف اللي خلاته ما يحضرش معنا. المهم كنشكر جميع الإخوان اللي حضروا معنا هنا ونجحوا هذا الدوري أحسن ما يرام. شكرا الإخوان كاع اللي دعمونا، لا من البعيد لا من القريب. كنضربوا موعد ان شاء الله الرحمن الرحيم في دوري قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم باحسن حله، بتوليفه جديده، بناس كيلعبوا الكره. كنبغي نوجه واحد الرساله للناس المسؤولين على هاد المدينه، يشوفوا بعين الاعتبار هاد الشباب هادو، خاصه الفروق ديال تمارا. كاينين مواهب صراحه اللي خصهم يكونوا في فرق كبار، يلعبوا في أماكن ديالهم في العصبة أو في القسم أقسام الوطنية. كنبغي نشكر جميع الفرق اللي كنوا لي الاحترام ديالهم لي، وشكرا ولاد الحومة مرة أخرى. وكنضرب لكم موعد مرة أخرى إن شاء الله، وعشركم مبروكة.